المجد للاب والابن والروح القدس الان كله ان ضرب كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا من بلا خطيه رب عنا واقبض بطانا ليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتاكل مشيتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا الذين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا يا رب من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. السلام لك نسالك قديسا العذراء كل حين، والدت لهم المسيح اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح العزيز القديس السرب عنا يصنع رحمه في وسط لنا خطيئا. ايات العزيز القديس الشفيع الامين القديس البشر اشفع فينا امام المسيح الذي ولدته لكي ينعم لنا مغفران خطيئا. شيريني اوتي برسينس اورو امين الي سيني شو انت بنجين وصريك فوناني لما قالوا انت واري بمبعو تبرستاتي ستن هوت نارين بن شوين سسو بخرستو ستفكان انو بناني طبك انت يا مريم الحكيم العفيفة القوم بس يا اليام من نقي التي نادت في أرضنا وأينات لنا سمارات الروح الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمسان لأن تلك الحمامة هي بشارتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا جنال أمام العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملت في بطنك يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا نأكل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلا يا ربنا يسوع المسيح علق فينا هيكلة لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. السلام لك يا تهل عذرا ملك الحقيقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا ولدي لنا عما نوينا. نسألك اذكرينا ايات شفيع الموتى امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. سبع رؤساء ملك ويكب يسبح امام ضابط الكل يخدم السر الخفي ميخائيل هو الأول غبريل هو الثاني رافائيل هو الثالث كمثال الثالوث سوري صداقيل صارانيل وانانيل هون المنور العظم الأثر يطبن منه على الخالق الشاروبيم والسرافيم كرز والقوة هذا المجسدين الحمير مركبة الله 20 كسيسا في كنيسة الأبكر يسبحون بلا في تور صارخين قائلين قدوس الله المرضى اشفيهم قدوس القوي رقد يا ربي نيه قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمه والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك اذا ما قال هللويا يذبح بالسمعين قال قدوس امين الليلويا المجد هو للانات اشفعوا فينا يظهر عرسك الملكية والطامات السمية ليغفر لنا خطايا الرب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب
وفي القدس وسلمى وسلمى ويعقوب بن حلفاء وسمعان القناوي وتداوس ومتياس وبولس ومرقس ولوقا بقية التلاميذ الذين تبعهم خلصنا متياس الذي صار عوضانا يهوذا وكم البقيات التلاميذ الذين تابعوا سيدنا راجت اصواتهم الى وجه الارض كلها وبالك كلامهم الى اكثر المسكونه اطلبوا من الرب عنا يا سادات الاباء الرسل والسبعون تلميذان ليغفر لنا خطايانا يا مرقس الرسول والانجيل الشاهد لالام الاله الوحيد اتيت وانرت لنا بانجيلك وعلمتنا الاب والاب والروح القدس وخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء تباركت بك كل قبائل وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكون السلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول مرقس ناظر الإله طمن الرب عنا يا ناظر الإله إنجيلي مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا سبع سنين أكملها الكد الجورجي السبعين ملك منافقون يحكمون عليه كل يوم لم يقدروا أن يميلوا أفكاره ولا إيمان مستقي ولا عظم محبته في الملك المسيح وكان يرتل مع داود كان حاط جميع الأمم لكن باسم يسوع إلهي انتقمت منهم عظيمة هي كرامتك يا سيد الملك جورجيوس المسيح يفرح معك في أورشليم السمائية السلام لك يا الشهيد السلام للشجاع المجاهد السلام للابس الجهة السيد الملك جورجيوس يا ربي عنا يا السيد المجاهد سيد الملك جيوس ليغفر لنا خطايانا المطوب يا بنا القديس بشنودة لأنك صرت رسولا ونبيا معا لأنك وضعت لنا ناموسا للفضائل الكاملة وحفظت الوصايا المكتوبة في الإنجيل يسالكون فيها يا حروسهم الله ملائكة ترافقهم إلى أورشليم السمية بخور فضائل أعطى الفرح لنفوسنا مثل العنبر الفائح في الفردوس بالحقيقة رفعت جدا في وسط مجمع أبناء الأرثوذكسيين في مدينة أفسس وخزيتنا أسطور البطريرك المنافق أطرفت الاعتراف الحسن لوحدانية الثالوث المحيي المساوي للأب والابن روح القدس الثالث أسماء الإله الواحد سمعت الصوت الصارخ من السماء قائلا مقدس أنت يشنود رئيس المتوحدين طوبك أيها البر أم بشنود المتوحدين لأنك تكلمت مع المسيح مثل موسى وضع الناموس طمن الرب عنا يا سيد الآب الناسك أم بشنود اسم متوحدين ليغفر لنا خطايانا دون أنت نظر علينا في المواضع العليا كان فيها يا سيدتنا كلنا ورد الإله العذر كل حين اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفعنا ذي الأتعب ويقرر لنا سلامه السلام لك يا طه العذر الملك الحقيقي الحقاني السلام لفقه جنسنا ولدتي لنا عما نوي نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة الأمينة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا كيوان مجاني
لك انت العذراء القديسه والد الله لانك ولدت لنا مخلص العالم وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل تكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نذكر له ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوٍ الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن على عهد بلاص البنطي تألم وكبر وقام من بين الموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب باسم الآب نسجد له ومجده مع الآب والاب الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياته تنغش تبول خائط اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة ترى أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا ويسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب
اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نقدمها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا، يا رب نيحهم مرضى شعبك، يا رب اشفيهم جن سكار بيبن انختيرو نمبن اوغايتيرو نمتن هلبستيرو نمبن طالتشوتيرو نمتن اناستاسيستي والمجد لله دائما فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح لأن نترأف علينا ويأتى ويخلصنا جافز مرة جافيوت نمشيرين ببن في مائسو جتري سنجيك بولتن وقشتن مكسنتي أونس. قدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الارض وبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ذاهبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا رب من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد للابد امين. كم بخريستوس يسوس بن شويس انوبيون سوكيري تنماتي صن الذي قطع ربطات خطايا
علينا من قبل إعلام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليهم سكت. أنت الآن يا سيد من جهة رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض، يربطوا وحلوا كل ربطات الظلم من أجل عبيدك. أبائي أخواتي وأخواتي، نحن يا رب المنحنين بمجد فارزقنا رحمتك يا رب، اقطع ربطات خطايا، كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بصغر القلب بالقول بالفعل، أنت تعرف ضعف ونقص البشر كصالح وكمحب للبشر، اللهم انعم علينا وغفران خطيئنا، سامحنا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل كل شعبك. نفران امفيوت نمشين بيجمع السواب ونوت نوت امين في اسم راوت جيف نوت فيوت بي بانتوكراتور امين في اسم راوت جيف مونو جانيس شيري يسوس بخريسوس بن تشويس امين في اسم راوت جي بي ابن فما اسواب امبراكليتون امين المجد والكرام الكرامه والمجد للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان دهر الظهور أمين. اجعلنا مستعقين أن نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا رب الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والملك أخطيت سامحوني الله يحللكم جميعا. يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محركات يعطيك الرب حسب قلبك وتمم كل مشورك. نعترف لك يا رب خلاص باسم الهنا نكمل الرب كل سؤالك. الان علمت ان الرب خلص مخصص واستجاب له من السماء القدس جبروت خلاص يمين هلا مركبات وهلا بخيل ونحن باسم الرب الهنا هم عصروا وسقطوا ونحن كنا انتصبنا يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك هللويا اعظمك يا رب لم تشمت بي اعدائي لحظه في ارضك لعشائي انا قلت في طمانينتي لا اتزعم صرفت عودك عني فسدت تلك اي من تعرف هل يعترف سمع الرب يا جميع الأم صفقوا بأيديكم رقصاصي أوسي أوسي مون
فصل من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لإني أمضي إلى الآب، لإن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيي وانا ايضا فيكم. والمجد لله دائما ابديا امين. نسجد لك ايها المسيح الهنا مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا، ارحمنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جددوا في حشائنا قلبا نقيا. نخلق فيها يا الله روحا مستقيما، جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه من سببك يا down your holy spirit upon your holy disciples and your honored apostle in the third hour. Do not take him away from us, O good one, but renew him within us, O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, a steadfast and life-giving spirit, a spirit of prophecy and chastity, a spirit of holiness and righteousness, justice and authority, O Almighty One, for you are the light of our souls, O who shines upon every man that comes into the world. Have mercy on me. أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عقود الحياة. نسألك أيتها المملوءة نعمة من أجل الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. آمين يا عيد إرسوس يوم أصدني أمن آمين. أيها الملك السمائي المعزل والحق العظيم في كل مكان والمالك كل كنز الصالحات ومواطن الحياة لما تفضلت رحيم وطلم كل ذات الصالح خلص نفوسنا. سبدريك أيوك أجيب نفماتي. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتم السلام، هلما لكم معنا ونحن السلام ما خلصنا لك نفوسنا. آمين يا عيد إرسوس يوم أصدني أمن آمين. بيكرك المقدس نصرت القيام في السماء يا والد، أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا. أمين. يا ليسوك 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 يا يا ليسوك 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 قدوس قدوس قدوس
السماء والأرض مملوءتان مجد بكرمتك ارحمنا يا الله إله بضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب لله القوات كن معنا لأن ليس لنا معيشة إلا نطقتنا سواك حل وخلص اصحنا يا الله عن سيئات لسا عنا بردتنا ولسا عنا بردتنا التي فعلناها معرفة فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهر يا رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الدعاء لنا كرحمتك يا رب الإسلام قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ذنوبنا الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للابد امين. شوي سنين نائب شوي سنين صلاة الساعة السادسة والتاسعة نقدمها للمسيح ملكنا وإله امين. اللهم باسمك خلصنا. استمع يا رب. انست الى كلامك. رديت يا رب عن ارضك. رب قد ملك ولبس الجلال سبحوا الرب تسبيحا جديدا قال الرب للرب آمنت لذلك تكلمت جميع المزمور 90 ساكن في عون العالي يستريح في ظليل السماء يقول الرب أنت هو ناصري وملجئي إلهي فأتكل عليه لأنه نجيك من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط مكابيه يظللك تحت جناحي تعتصم عدل يحبك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من سقط وشيطان الظهيرة يسكت عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل ومجازات خطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدن يوصي ملكهم يحفظك في سائر طرق وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعصر بحجر رجلك تطأ الأفعى ملك الحية تسحق الأسد والتنين لأنه علي التكفنجي أرفع لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في الشدة أنقذه ومجده ومن طول أيام أشبعه وأريه خلاصي هالليل ويا أقصاصي أوسي أوسي من فصل علينا ماري متى البشير بركاته علينا أمين. ولما أبصر الجموع استمع الغص ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه عليهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله
طوبى للمطرودين من أجل البر أن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاسبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فليضيل كل من في البيت. هكذا فليضيل نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. Hour was nailed to the cross for the sin which our father Adam dared to commit in paradise. Tear the handwriting of our sins, O Christ our God, and save us. I cried to the Lord and he heard me. God, hear my prayer. Do not refuse my petition. Be attentive to me and hear me in the evening, in the morning, at midday. I say my words, he hears my voice and delivers my soul in peace. O Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross in the sixth hour and killed sin by the tree, and by your death you made alive the dead man whom you have created with hands and had died in sin. Put to death our pains by your healing and life-giving passions, and by the nails with which you were nailed. Rescue our minds from thoughtlessness of earthly deeds and worldly lusts, to the remembrance of your heavenly commandments according to your compassion. Since we have no favor, nor excuse, nor justification because of our many sins, we through you implore to him who was born of you, Theotokos the Virgin, for abundant and acceptable is your intercession with our Savior. O pure Mother, do not exclude sinners from your intercession with him whom you bore, for he is merciful and able to save us because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedily reach us, for we are exceedingly humbled. Help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us. Forgive us our sins for the sake of your holy name. فلهذا كلهم تصرخ يا المجلك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا. أيها المسيح إلهنا، أن مشيئتك سرت أن تصعد الصليب لتنجي الذين خلقتهم وعبودية عدو. نصرخ إليك ونشكرك أنك بقيت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي ممتنة أمامة العزراء، نسبحك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية، وأننا نعيم فردوس أول من أجل هذا نمجد بشغل غير ميت المسيح لنا أنه قوي. قدوس الله قدوس الكون قدوس عز ليموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس الكون قدوس عز ليموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس الكون قدوس عز ليموت الذي قام من الموت صعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الان كل وان ضرد وكل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من بلا خطيه رب ارحمنا، يا من بلا خطيه رب اعنا، اقبل طبتنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ذنوبنا الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد. السلام لك نسالك قديسا متعذرا كل حين واجد له من المسيح اسعد صلواتنا لابنك حبيب اغفر لنا خطايانا. السلام لله تولد لنا النور الحقيقي المسيح الهنا عظيم قديس سال الرب عنا يصنع رحمه في السماء. ايات العظيم القديس الشفيع الامين يجلس البشر اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتيه تكلم من المفران خطي. السلام لك يا عظيم ملك الحقيقي، السلام فرغي نفسنا ولدت لنا عما نويل. نسالك اذكرينا تشفيع امتنا امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
Sassi, O Truth, One Holy, 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 a Gospel according to our teacher, St. Luke. Please bless and give this holy amen. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت سيدة. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجين إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلى أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، كان نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا واتكئوا أجمعين. فأخذ الـ5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسم وأعطى التلاميذ ليعطي أمام الجموع، فأكل جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما. زك سبتريك أيك عجمن ماتي. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفس وضي فهمي، جعلني شريك لنعمة أسرارك المحية، لكما إذا زقت من إحساناتك وقدم لك تسبح بغير فطور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وظهرت القيام بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص الشعب المتواضع، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المسلوب معنى إليه المتجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى سلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك العذراء القديسة والد الله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا، مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، كليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، بش بالثالوث القدوس له تواح نسجد له ومجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. من إله حق مولود غير مخلوق مساود الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس له انقضاء
نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والاب وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين. حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا. آمين. كريا لايسان يا رب ارحمك. قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرمتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب الإله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معيشة إدنا وتقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بردتنا والتي صنعناها بغير أدتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب الاسقط. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السمائي. صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا. Yeah.
القدس إلى واحد مبارك الله الأب ضابط الكل. آمين. مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. وأيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكون. للرب إلهنا صلوا يا رب ورحم. O Master Lord God, the Pantocrator, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, we thank you. Concerning everything and in everything, for you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. أطلبك أرحمنا الله ويترفع لنا أينا واسمان عينانا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاة في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شارك أسرار مقدس المبارك لمغفرة خطايانا. Therefore we ask and entreat
your goodness, O lover of mankind, grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with you. All envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, the rising up of enemies, hidden and manifest, take them away from us and from all your people and from this table, from this holy But those things which are good and profitable do provide for us. For it is you have given us the authority to tread on serpents and scorpions and upon all the power of the enemy. Servants, the minister of this day, my father, the Higoman, my brother, the deacon, all the people and my weak self be absolved by the mouth of the all holy Trinity, O Father, Son, Holy Spirit, by the mouth of the one holy Catholic Apostolic Church, by the mouths of the 12 apostles, by the mouth of the beholder of God, St. Mark, the evangelist and martyr, the patriarch, St. Severus, our teacher, Dioscorus, St. Athanasius, the apostolic, St. Peter, the holy martyr and high priest, St. John Chrysostom, St. Cyril, St. Basil, St. Gregory, from the mouths of 318 assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, the 200 at Ephesus, from the mouth of our honored father, the high priest, Pope Abba Tuadrus II, from the mouth of my father, the Higoman, and my mouth being the least. For blessed and full of glory is your holy name, O Father, Son, Holy Spirit, now and forever, unto the age of all ages. Amen. So it is amen. Ah,
انت بشاش في نارشي من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. بركاته المقدسة فلتكن معكم ومعي أبائي وأخوتي، أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرك نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح، ولنا هذا الكنز في أوان خسفية، لكي يكون فضل قوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين أماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الذي سيموت
فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية، لأننا نعلم أنه إن نقد بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت أيدي بيتي أبدي غير مصنوع بيد، لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراه، فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه لكي يبتلع المائت من الحياة، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن والواثقون كل حين وعالمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا هنا في الجسد أو خارجين عنه لنكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعنا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين. Ah.
الكاس لكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركات على جميعنا أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزاننا وهو مظلوم، لأن من هو الافتخار إذ كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون. لكن إذا صنعتم الخير وتعلمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، واستألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلي راعيكم، الآن إلى راعيكم وأسكف نفوسكم. كذلك النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ملاحظين سيرتكم الطاهرة بخوف، وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكم، بل للإنسان الخفي في القلب، في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد، الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله، يزينن أنفسهن خضعان لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالورثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.
إلى براكسيس. فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ومن ميلتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان. أقدم الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود، كيف لم أخفي شيئا من الفوائد وإلا أخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا أن وسقا وشدائد تنتظرك، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا لنفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن هانا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذي مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهارا هذا اليوم أني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأنني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه وبذاته، لأني أعلم إن ما بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقومون رجالا يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اظهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفتر نهارا ولا ليلا أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهيه، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أن هذا ينبغي أن نتعب ونعضد ضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأكس. ولما قال هذا جس على ركبتيه مع جميعهم وصلى وكان بكاء عظيما من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. Today is the 30th day of the blessed month of Beshens. May God end it in goodness and renew it for us in peace and tranquility, while our sins and our iniquities are forgiven through the tender mercies of our Lord, O my fathers and my brethren. Amen. في مثل هذا اليوم من سنة 818 للشهداء 25 مايو سنة 1102 ميلادية تنيح الأب القديس والستون من بابوات الكرازة المرقوصية، وقد كان عالما فاضلا منذ صغره وحفظ أكثرها، فاشتاقت نفسه الطاهرة إلى التعبد لله، فخرج إلى البرية وترهب بدير القديس مقاريوس. وبعد عدة سنين
رسم قصا ثم خرج إلى ناحية سنجار وحبس نفسه في مغارة هناك أكثر من 20 سنة وهو يجاهد جهادا عظيما حتى زاعت فضائله، فوقع عليه الاختيار للكرسي البطريركي فتولاه في 12 بابا سنة 809 للشهداء 9 أكتوبر سنة 1092 ميلادية. بعد أن أقر بالإيمان المستقيم وتعهد بافتقاد إكليروس الإسكندرية وكنائسها بنوع خاص وباجتناب السيمفونية وإعادة ما كان قد اغتصبه البابا السابق عبد المسيح لذاته من الكنائس، وصار في البطريركية السيرة الصالحة العفيفة، لم يقتني درهما ولا دينارا، وما كان يحصل عليه من أموال الأديرة المقررة له كان يقتات منه باليسير، والجزء الأكبر كان يصرفه في إطعام الفقراء والمساكين، كما كان يقوم بسداد الضرائب عن العاجزين عن آدائها. وقد جدد من ماله أوان وكتب كثيرة للكنائس، كان مداوما على وعظ الشعب وتعليمه، ولما أكمل سعيه أسلم روحه بيد الرب الذي أحبه. كانت جملة حياتي في البطريركية 9 سنين و7 أشهر و17 يوم، صلاته تكون معنا أمين. فيه أيضا تنيح الرسول فورس أحد 70 رسولا، وقد خدم هذا الرسول السيد المسيح مدة 3 سنين، وبعد صعوده خدم التلاميذ الأطهار وامتلأ من نعمة المعزي، ثم خدم بولس وحمل رسائله إلى بلاد كثيرة وعلم الكثيرين من اليهود والأمم وعمدهم، وجال في شرق البلاد وغربها ونالته شدائد وأحزان كثيرة، ثم تنيح بسلام. بركة صلواته تكون معنا لربنا المجد دائما أبديا أمين. أيها السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ قديسيك ورؤساء طهر المكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهون يروا من أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا من أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فتوب لعيونكم لأنها تبصر ولا أذانكم لأنها تسمع، فلنستحق نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بطالبات قديسي. اذكر أيضا يا سيدنا الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، وشفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. آه
Evangelia flogis monto kata yo enen age yon Evangelio tona musma. بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة ماري معلمنا يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا مين فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا في مجلس الشيوخ جعل إبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد. الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمايا وأخرج فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المساء قالوا لهم يسوع وأما هم فلم يعرفوا لأن شيء كان يكلمهم ثم قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا وباب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هما سراق ولصوص ولكن الخراف لا تسمع لهم أنا وباب الخراف إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى وأما السارقون فلا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك
وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليس الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني، وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الآخر أيضا فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراعي واحدا. والمجد لله شوي سريع قلنا شوي سنيوت نبسطولوس نمس في اثناسي ما سيتي سنتفكاني ناني بولتو بهم شوي سريع قلنا بسلو خروس مارد بشوي سبورو جيورجي يوسف كان النوفي ناني بول طبهم بشوي سريع قلنا شوي سنيوتي ناسكي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق ساون إله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الموات اليوم الثالث كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد بسم الله
نسجد له ومجده مع الاب والاب الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسليه ونعترف بمعموديه واحده مغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات إن غشت بالخيط انت يا نستاسيس انت ليرب مهود ننبيهم خنت بيهون ايبي بروسفشي صاستي ايريني باسي لطني اماتي صم يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بزهور المحيي الذي بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدون به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا سلامتك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بكبرة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائدة السامية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا برادة وشرق انظروا ننصت Oh.
مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها السيد ربي له الحق الكان قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والنظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت كل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس كيفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربية والقوات وإلى الشر كنظر أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيروفيم ذو ستة الأجنحة يسبحوك على الدوام بغير سكوت قائلي نانسد حقيقتي أنت أيها الرب إلهنا
الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس الفقاني بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين بسبب خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح. السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازة هذا الذي سوف يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. نور من
أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشاكرا وبركه وقدسه. التلاميذ القديسين الرسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. Likewise also the cup after supper he mixed of wine and water when he had given thanks. He blessed it. Amen. And he sanctified it. Also to his own holy disciples and saintly apostles saying, take, drink of it all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is also true. Amen. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن المقدس
جن شاب شوي اني في اوي نام بف جن همسي ساتك اوي نام فيو نام تب ما اسنوتي امبر روسيا اسنيو ابول خني في اوي اتقوين هوتي او اسمي ان او تنه پروسفر ناك نيتو نو كنزورن ايول خنيتو نو كاتا هوف نيفين نمس بي هوف نيفين نمخن هوف نيفين اوشت مبنوتي خنوتي نموستي ارتير تنهسرك تنسمهرك تنشمشي امك تنعشت آمين باي أبود زيون إنس نوفت طايوت انتاتي زي يستيك ثبت أساس الكنيسة يا رب ارحم نية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيريا ليسون لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب shepherds and those whom they shepherd confirm. Lord have mercy. Give splendor to the clergy, asceticism to the monks and nuns. Kyrie eleison. Tahara للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة. يا رب ارحم. Mercy to those in repentance, goodness to the rich. Lord have mercy. دعا للفضلاء معونا للمساكين. يا رب ارحم. Success to the students and jobs to those in need. Lord have mercy. الشيوخ قوهم الذين في الحداثة أدبهم. يا
رب ارحم. For the unbelievers, may the schism of the church cease. Lord, have mercy. حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا الذين احسبنا في وحدانية التقوى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لنفوسنا واجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراس مع كافة قدسيك الذين أردوك منذ البد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب which you have acquired to yourself with the precious blood of your Christ, keep her in peace with all the Orthodox bishops who are in her. Foremost, remember, O Lord, our blessed Our Father, the Archbishop, our Patriarch, Pope Abba Tawadros II, and his spiritual brother, the Patriarch of Antioch, Ignatius from the Second. Salam alaykum, Rais Kanatar, Baba al-Muazzam al-Anba Tawadros II, Baba Patriarch, Raisa Saqifat al-Madina al-Uzma al-Iskandariya, Akhir, Ruhi Maryam al-Sufram II, بطريرك أنطاكيا وسير ساقفاتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. والذين فصلوا معهم كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة يا رقطيعك بسلام. أذكر يا رب الكمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل بين الكمامسة وبين الكسوس وأخواتنا الشمامسة والأبزياء كلين وسبع طغمات كنيسة الله. وطهارت كل شعبك المؤمن أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الهدى الكل. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع وكل ديور تبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديورة. السماء وثمرات الأرض ومياهنا الهار والأمطار والزروع والعشب ونبات الحق في هذه السنة باركها. اطلبوا عنا ويد السماء وثمرات الأرض وصعود مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحق في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويتحنن على جبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. Give joy to the face of the earth. May its furrows be abundantly watered and its fruits be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting and manage our lives as deemed fit. Bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, for the sake of us all who entreat and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you,
for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, O you who gives food, O you who gives. Fill our hearts with joy and gladness, that we, to having sufficiency in everything, always may abound in every good deed. Lord, have mercy. أشكر يا رب كل الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطيهم كلهم الأجر السماء. صلوا على أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا Son, that we share in the commemoration of your saints. Graciously accord, O Lord, to remember all the saints who have pleased you since the beginning. Our holy fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous perfected in the faith. Most of all, the pure, full of glory, ever virgin, holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God the Lord, and Saint John the Forerunner, Baptist and Martyr, Saint Stephen the Archdeacon and Proto-Martyr, the Beholder of God, the Evangelist, Mark the Holy Apostle, and Martyr, the Patriarch Saint Severus, our teacher, Dioscorus, Saint Athanasius, the Apostolic, Saint Peter, the Holy Martyr and High Priest, Saint John Chrysostom, Saint Theodosius, Saint Theophilus, Saint Demetrius, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gregory the Theologian, Saint Gregory the Wonder Worker, and Saint Gregory the Armenian, the 318 assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, and the 200 at Ephesus. Our righteous father, the great Abba Antony, the righteous Abba Paul, the three saints, Abba Makari, and all their children, the cross bearers. Our father, Abba John Higaman, our righteous father, Abba Shoy, the perfect man, the beloved of our good Savior. Our father, Abba Paul of Tamun, Ezekiel, his disciple, my lords, the Roman father, Saint Maximus, and Domedius. The 49 martyrs, the elders of Shehit, the strong Saint Abba Moses, John Cami, the priest, our father Abba Daniel, the Higaman, our father Abba Isidore, the priest, our father Bachum of the Canonia, and Theodore, his disciple, our father Abba Shenuda, the archman and dry, and Abba Wisa, his disciple, and all the choir of your saints, through whose prayers and supplications have mercy on us all, and save us for the sake of your holy name, which is called upon us. Al-Qari'un falyakulu asma'a ban al-batar al-qadisin al-azina al-aqadu al-rabbi yunayya nufusahum agma'in ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب
رب، وكل أحد الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تنيح نفس عبدك القس مرقس مؤنس وعبدتك جوزفين حنة وعبدك سعيد لؤى وعبدك واصف تدرس وعبدتك إيمان واصف، وأدن يا رب النفوس عبيدك شماس جون أنور عبد المسيح إميل شحاتة صبحي ميخائيل مجدي مسعود رمسيس مسعود فادي ميلاد مجدي خلة ميلاد خلة رزق رياقص كامل كرم فايل أمس يوسف يوسف نايك دكران ربحي دكران فوكيه ناشد أليسا بات متري أنجيل جورج لبيبة منصور نرجس قرياقس ماري يوسف ليندا حبيب إيفون فهمي. تفضل يا ربنا يحن نفوس الراقدين جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب لهم في موضع خضرة على ماء الراح فردوس نايل الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي إيك يا رب ارحم إرياليسون يا رب ارحم أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وأنعم علينا بسلامك إلى التمام. ما كان هكذا يكون من جيل وإلى دار الدهور آمين. ودنا إلى ملكوتك لدستر أو the way into your kingdom. That as in this for also in all things your great and holy name may be glorified, blessed and exalted in everything, honored and blessed, with Jesus Christ, your beloved Son, and the Holy Spirit. Peace be with you all. And with your spirit. Let us give thanks to God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, for he also has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير الماء. الجسد المقدس يسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيحه ضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا بارك وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أنت هو كلمة الآب الإله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا
upon the apostle on the day of Pentecost. He came upon each one of them like divided tongues of fire and filled them with all knowledge, all understanding, and all spiritual wisdom according to your faithful promise. وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس المتقدمان في الرسل فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة بعدما كرز بإنجيل الملكوت. وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل الشيء هذا. The descent of the Spirit, the Paraclete upon them, and gave them authority to work healings, signs, and wonders. They proclaimed to us the glad tidings of His holy name and restored us to the true face of the Holy Trinity. We praise you, we bless you, we glorify you, and we give you thanks to you on account of this great gift. وتطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نجرؤ بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. بخريستو Simon ton kereyo o aklena
آتنا بأنسان اذكر الخدمة في هذه الكنيسة وكل كنيسة والأباء الكهنة وكل أنشطة الكنيسة لمجد اسمك بالمسيح يسوع. اذكر يا رب مشروع كنيسة وباركه لأجل اسمك يا رب، ليس لنا بل لأجل اسمك القدوس، أعطي مجدا بالمسيح يسوع ربنا. هذا السجود كمل يا رب ما نقص من طلباتنا وصلواتنا أمام. اذكر سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة بيانا. اذكر أبونا البطرك البابا الأنبا تودرس الثاني، حفظا احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنا سلام. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها سوتي سامين كتب نبماتي سوامين. امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس هو الروح القدوس. امين. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح Ah!
الوحيد الجنس ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح فلتكن معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السامائية يا رب ارحم Yeah.
مبارك الآت باسم الرب، مبارك الآت باسم الرب، خن بيتا أجرو انت تفقو مزمور فهري هي انت متغري tomorrow.
جفيون نمشيرين باب نظم إثوة أم تتريا ستجي كيفول تنقشت مستنتي أصو من توكي ريو انزوك صوص غار تزوك صاستي أنيل صونيس أو رانوس أكسيتون باراكليتو أنتو بنظمة تسليسياس آمين الليلويا مارين هوسي بشوي لأنه بالمجد تمجى أن صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الفاراكليت روح الحق المعزي آمين هللويا تزي أكتس سيسنا تون أوران كتنجين ألي صوتيس سيتون بارك ليتون تو ابن بمات سليس سياس آمين هللويا بن طافر بصنافن ويتفاي بيت فين مبكاهي افشين افشوي نفي اوي افور بينا نمبي باراكلي صون بيبن ما انت دي مسمي آمين هللويا جعل الاثنين واحدا أي السماء وارصد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا ليت روح الحق المعزي آمين هللويا تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد
ليسوع المسيح هي صعد إلى أعلى السماوات وأرسل الباراقليط روح الحق المعزي. آمين. هللويا. هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي. منحهم أن يحيوا وفكروا في ما هو الأحياء يفهموا ما هو لك بابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي نحن كل شعبك نصر قائلين ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله مخلصنا كريالي صون كريالي صون كريالي صون. بهذه التسبيحة أذكرنا أذكرنا قدام الرب يغفر لنا خطايانا. مجد لله في العال وعرض السلام وفي الناس المصر أمين. الليل يا زوك سابت ريجا أيوك أجيب نعماتي كانك يوي كيستوس إيونا سوني أونن أفتن أوشي بولنغو إموشي أوبن شوي سيسوس بير اسموني يا إيرين تدفن أمني مؤئم في عرون أمني سيتين أمني سيماري بك ناين امتكت وين صفتن بك وناينان كريان ليسون كريان ليسون كريان فلوغي سون أمين اسمو إيرو اسمو إير استميتان يكوني فلقون باسمو أمين. أسأل شعبي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذاهبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. صيام الآباء الرسل ابتدى من يوم الاثنين صيام من أجل الخدمة وما أحوجنا إلى الخدمة. لازم الكل يصوم لأن ربنا يسوع المسيح لما قال لهم البسوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي لازم الصيام ده علشان نستنى ناخد مشورة ربنا ومعونة ربنا في خدمة اللي احنا بنخدمهم إن كان أولادنا في أو في أي مجال. فده صيام بالأجل الخدمة وما أحوج هذه المنطقة للخدمة. ما كنتش يعني عندك تصوم لشعب الكنيسة معانا وكل الأجيال الموجودة هنا في هذا المكان عايزينكم كلكم تصوموا معانا وتفرحوا وخصوصا بعد حلول الروح والقدس والعطية العيد. يعني احنا واخدين روح القدس على طول. الكافيتيريا مفتوحة ربنا يعوض المتطوعين والمتطوعات وكل الدخل بتاعها بيروح لمشروع الكنيسة. مشروع الكنيسة ماشي كويس والكونتراكت الجديد
الاباء المتصلين مع ابونا توماس والمهندسين بتوعنا مبسوطين جدا من البرفورمانس بتاعهم، وهم بيقولوا لنا هيخلصوا في يونيو 24. ده حلم يعني، ربنا ما يجيبش معوقات من جهه الانسبكتور والحاجات دي، ده حاجه حلم يعني. نشكر الله، وبرضك محتاجين تعديداتكم وصلواتكم في هذا الموضوع، واحنا شايفين ايدين ربنا موجوده معانا بقوه وبفعاليه. محبه الله الاب الضابط الكل ونعمه الابن الوحيد ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركه وموهبه وعطيه وبركه الروح القدس فلتكن مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام الرب فليكن مع جماعكم. القداس بيبتدي الساعه 8 صباحا، قبل كده كنا بنبتدي 8:30، غيرنا من ايام الصوم الكبير. كده شغال ولا